مستر ميكيل عامل ايه؟ وحشني في فتره الاجازه اللي احنا فيها دي، وبتمنى نرجع التمرين في اقرب وقت. طبعا منور قناه النادي الاهلي، وبشكرك طبعا على الاضافات اللي انت بتضيفها لنا في التمرين، وان شاء الله اكتر من كده الفتره اللي جايه، وباذن الله نحقق انجازات كتير بقيادتك انت والجهاز الفني كله. وان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره خير علينا، ربنا يعدي الايام دي بس على خير، وان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره خير علينا، وان شاء الله نكمل مسيرتنا الدوري وافريقيا ان شاء الله.